تفضل يا أخي فهد من المزاحمية، وأرجو أن يكون السؤال مختصرا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم الله بالخير. كيف حالك؟ عليكم السلام. الله يحييك، تفضل. أسلم على الشيخ صالح. حياكم الله. حبيت أسأل عن ارفع صوتك. ألو. نعم نسمعك. أنا طال عمرك حدث عمتي وأنا لا ما يعني ما هي متوفية من قبل ما نعم وحجيت لها طال عمرك وأنا علي دين، هل يجوز؟ طيب حجيت لها وفرغت من الحج. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. الحمد لله، إن شاء الله يرجى القبول إن شاء الله.